من طالبين محاكمته جزائيا لانه يتستر على عديد الاشخاص الملف. المعطيات اللي قام بها قاضي التحقيق الكل تصب في مصب انه السيد هذا يحقق في اجنده غيره، هذا انسان مامور من طرف الغير باش يعطل الملف بالطرق الكل. جانب كبير من طلباتنا ما وقعش استجابه ليه، مثلا عبد الكريم العبيدي اللي في الحبس تو ثرنا ضده الشبهات واتهامه بانه ضالع في جريمه اغتيال الشهيد شيخ بلعيد من سابق، تم ايقافه مؤخرا في قضيه الشهيد البراهمي، موجودة رذمته في السجن المدني بالمرناقية، ورغم أنه أصبح مهدد في حياته لأنه صندوق أسود بالنسبة لملفات الاغتيال في تونس. عبد الكريم العبيدي أحد الأشخاص اللي في القضية ما سمعهمش قاضي التحقيق رغم وجوده في السجن، عديد الأعمال الأخرى محرز الزواري ما سمعوه.